أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. يستمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول التسريبات المنسوبة لزعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، حيث سرب ناشطون عراقيون مقتطفات من تسجيل صوتي يوجه الشتائم والاتهامات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجمهوره ولزعيم ميليشيا بدر. كذلك اتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل مسعود البرزاني بالسعي لما وصفه باستهداف المكون الشيعي، وكذلك هاجم المكون السني ليسارع مكتب المالكي لنفي صحة التسجيل ويؤكد بأنه مفبرك باستخدام تقنية ديب فيك التزييف العميق. التسجيل الذي يمتد لنحو ساعة كما قال عراقيون يستمر العراقيون بنشره على منصات التواصل الاجتماعي، ويشاع بأنه جرى خلال اجتماع للمالكي مع عدد من كوادر وأعضاء حزب الدعوة في شباط فبراير الماضي، وأكد مسربوه وجود أجزاء أخرى له ستصدر لاحقاً، حيث انتشر يوم أمس الجزء الثالث من التسجيل الصوتي المسرب لنور المالكي. وخلال التسريب الصوتي الثالث له جدد زعيم حزب الدعوة نور المالكي مخاوفه مما أسماه أخذ الحكم من الشيعة وبأن هناك مؤامرة بريطانية في العراق، كما هاجم المالكي ميليشيا بدر قائلا بأنها تمثل مشكلة كبيرة بسبب ما تتقاضاه من رواتب لعناصرها، وبأن مقتدى الصدر لديه نحو 10,000 اسم وهمي فضائي يتقاضون الرواتب. فيما تحدث أحد الجالسين مع نور المالكي عن امتلاكه دبابات ومسيرات ومصنع للصواريخ، وطالب من المالكي بتوفير غطاء قانوني لهم لإجراء استعراض عسكري. دعونا نتابع الجزء الثالث من التسريبات الصوتية المنسوبة لنور المالكي والتي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. هذه القضية مو هيجي، القضية أخذ مشروع اسمه مشروع البريطاني يريد أن يستبيح الشيعة ويستبيح العراق مقتدى وبعدين يقتلوه ويسلمون الوضع للسنة. القضية هاي لا سووها المالكي، المالكي هسه أنا أدير وجه واحد، أنا أتحصل ببني مالك وأجيب لفد 1,000-2,000 مقاتل من عندهم وش حد اللي يوصل. أكو مشروع يكون سقطه، هذا المشروع بالعمل السياسي يكون مواجهة مثل ما العام الصديقة ونصدانه بالعمل العسكري. وضوح أكثر، لجهاد العامري ما يقدر، قيس غيره أبداً، يعني تعرف علاقتكم شو هم وياهم؟ علاقة يعني مو ذيك العلاقة الجيدة، لكن حتى تليفونات ما قيس زينة بس ويا العامري مو زينة. بدهم مشكلة. إيه بدر كلها. بدر إيه بس ما يقدرون نحجي. خلنا نكون. لا شو تريد؟ لا أنا ما أريد أقولكم بس أقول بدر ما هم عندهم قوة زي هذول راتب على 40,000-30,000. مش عندهم على العالم. كل شو ما. وحقا. مقتدى ياخذ 12,000 عنده 2,000 سامر. يعني هسه إحنا تش عندنا معمل مال صواريخ إحنا مسوينا من ذاتنا، ما حد داعم له لا كذا. زين وعدنا جايين هسه حتى المقاومه كلها لذلك سلمونا على المرزق. التصدي يكون للمشروع باشر، يكون احنا نقف احشاي حشوها الايرانيين، شوف ايش سووا دول تهديد ويهدون ويسوون بينا. الايرانيين ما قالوا شيء، المسعود البرزاني قالوا هذا العراق مجال امننا القومي وما نقبل واحد يلعب بيه. بس هذا الحشاي قالوا السفير القطري نقل وقالوا احنا نقطع الجناحين مالت مقتدى الصدر اللي هم الاكراد والسنه وسووا لهم زوبعه وسووا لهم. الان القضيه جت تتاهل، واللي اهلوها منهم البريطانيين، البريطانيين الخبطاء. دبابات عندنا، طيارات مسيره عندنا، مدرعات اسلحه شو تريد؟ اذا تريد استعراضها من سوى لك استعراض. مجرد غطاء قانوني. الان الغطاء المطلوب.
وبعد إنكار نور المالكي لهذه التسريبات، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بموجة سخرية واسعة على وسم والله مواني بعد نفي المالكي وأنصاره التسجيلات الصوتية التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت وسم والله مواني، ومنهم من غرد وقال تحت هذا الوسم كالدكتور علي الجابري، قال: المالكي أصبح عبئا على نظام طهران وآل الأوان لتضحية به لفتح الانسداد الذي وضعهم فيه ورسم خارطة طريق جديدة تحفظ ماء وجه الحلفاء الشيعة المتناحرين. أما بنت الرافدين فغررت وقالت: التسريب هذا لو بغير بلد وبغير دولة باللحظة تتخذ الإجراءات بحكم القانون، لأن الشخص ليس بشخص عادي، هذا أكبر دليل إحنا لا نملك دولة ولا يوجد لدينا قضاء نزيه. علي البدري قال: تسقط ثلاث محافظات وتصيح مو أني، تضيع مئات المليارات وتقول مو أني، تبيع العراق خردة وتقول مو أني، بس مال يتسرب تسجيل صوتك وتقول مو أني. يقول علي: هاي واقفة. سلام الحسيني هو الآخر غرد وقال: ببساطة هكذا تتعامل إيران مع حليفها الإطار التنسيقي لكل تبعي وقته، بقية تجمع الخاسرين صامتة كصمت المقابر لأنها ليست بأفضل حال من المالكي، فلكل منهم تسريب سيحين وقته. يقول سلام الحسيني: نهاية العار ليس بقتله بل بإذلاله وتوسله للعفو، والله مو أني. نعم، طبعا نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين حول التسريب الثالث لنوري المالكي وهجومه على شركائه في العملية السياسية، على مقتدى الصدر، على ميليشيا بدر، على السنة، على الأكراد. هذا التسجيل الثالث الذي ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وكما أشرنا يعني في الحلقات السابقة ومنذ أول يوم للتسريب الأول لتسريب الصوتي لنور المالكي، والذي يعني نور المالكي في وقتها نشر تغريدة على تويتر وقال بأن هذا التسريب هو مفبرك، وقال يعني أتباعه بأنها بحسب التزييف العميق، هناك برنامج يسمى ديب فيك التزييف العميق، قالوا بأن هذا الشيء، ولكن هناك من دحض هذا الادعاء من صحفيين ومن مختصين قارنوا وأدخلوا هذا التسجيل بحسب برامج مختصة لمقارنة الأصوات، وقالوا بأن هذا الصوت هو صوت رئيس الوزراء الأسبق وزعيم دولة القانون نوري المالكي. من التساؤلات التي تطرح: هل هذه التسريبات يعني سوف تؤثر على المشهد السياسي في العراق الذي هو أصلا يعني يشكو من الانسداد، إذا تحدثنا عن تشكيل الحكومة وانسحاب التيار الصدري من البرلمان، وكذلك بحث الإطار التنسيقي لترشيح شخصية لتولي رئاسة الوزراء في العراق، أما أن هذه التسريبات لم تأتي بجديد؟ يعني هناك الكثير من العراقيين تحدثوا بأن لغة نوري المالكي هي نفس اللغة في العلن، وهو يتحدث بطائفية ويهاجم خصومه حتى في المقابلات المتلفزة مع القنوات المحلية والقنوات الدولية. معنا اتصال. صباح من بغداد، أهلا بك معنا صباح. تسريب ثالث لنوري المالكي، وهو يعني يتحدث عن ميليشيا بدر ويقول بأن لديهم نحو 40,000 مقاتل يتقاضون رواتب، وكذلك من جماعة مقتدى الصدر نحو 10,000. يتحدث من معه بأن لديهم كافة الأسلحة وأنهم مستعدون للتصدي لأي طارئ، ومنهم من قال بأنه إذا طلب المالكي لإجراء استعراض عسكري فقط نحتاج إلى غطاء قانوني كما قال. برأيك هذه التسريبات كيف ستؤثر على المشهد السياسي في العراق؟
طبعا هو الصراع اللي موجود يعني من فترة طويلة من سنوات من صولة الفرسان بالبصرة ولحد الآن بين الصدريين والمالكي يعني مستمر لحد الآن، فهي مو جديدة على المالكي هاي التصريحات، ومع العلم المكتب الإعلامي للمالكي نفى أن هذا الصوت إله ويريد يبررون التصريحات الخطيرة اللي بيها يعني حتى دول مثل بريطانيا اتهمها واتهم وحكى بالطائفية وحكى أن السنة يأخذوها وحكى بالفضائيين. أنت كنت رئيس وزراء ما دورتين يعني 8 سنوات، ليش ما حاسبت على الفضائيين الموجودين واللي أعدادهم مخيفة اللي تابعين البدر، هذا العامري اللي يحكي بالنزاهة ويقول أنا راتبي ما أخذه، طلع الحجي كل رواتب حرام وتسجيل أسماء وهمية ومقتدى الصدر أيضا، الصواريخ والأسلحة اللي يحكي بيها والاستعراض والمعامل يعني هاي خارج نطاق الدولة، يعني سلاح منفلت هذا جاي يعترفون. احنا نسأل كمواطنين يعني وين القضاء، وين مجلس القضاء الأعلى لو بس على الفقراء؟ يعني شلون هاي تصريحات خطيرة، يتهم مقتدى الصدر انه هو قتل السنة بالطائفية، ويتهم العصائب قتلهم 4 من الصدريين على حادثة وسام العلياوي بال 2019-2020. نعم. فهذا بيها اعترافات خطيرة، لكن القضاء يقدر يحاسب نوري المالكي؟ أكو قضاء دولي يقدر يحاسب على الاتهامات الخطيرة إلى بريطانيا وعلى حكي على شخصيات يعني معروفة يعني مثل برزاني وغيره، اتهامات جدا خطيرة، والأسلوب هذا الحقير اللي موجود بالتسجيل هو نفس أسلوب نوري المالكي، يحكي بطائفية ويحكي بعنصرية ويحكي ملفات فساد، وهو جزء من هاي الملفات الفساد، يعني ما يختلف عن المجرم مقتدى الصدر أو هادي العامري أو غيره، هو جزء من عندهم يعني، فهو أيضا مجرم وعنده سلاح منفلت وعنده ميليشيات ولا إلى إيران. نقطة أخي صباح، يعني هو قال بأن هناك مؤامرة بريطانية لأخذ الحكم من الشيعة، لماذا لا ينشر بالأدلة وبشكل علني للعراق هذه المؤامرة؟ دكتور عمر، احنا ما ننسى ان بريطانيا وامريكا هي اللي جابت المالكي وجابت برزاني وجابت كل الشخصيات الموجودة على جاثمة على قلوب العراقيين من 2003 ولحد الان، فهي بريطانيا اللي صنعتهم واللي سوتهم معارضة وسلمتهم الحكم على ظهور الدبابات الجمي، فهو من يتهم هو جزء من أعماله وجزء من خيانة، يعني نور المالكي من يتهم الغير هو أيضا متهم بهذا الموضوع. ليش بهالفترة هاي طلعت هاي التسجيلات؟ إحنا نسأل ونقول ليش بهالفترة هاي؟ فترة حرجة لتشكيل حكومة، وأكو صراعات سياسية على الكتلة الأكبر وغيرها، يعني ناس تريد تكشف أوراق ناس، وبعض التسجيلات يقولون ايضا مسربة. نعم، هو يعني كما تم نشر في منصات التواصل الاجتماعي بان هذه التسريبات تمتد لنحو ساعة كاملة. بالطبع وقلت لك هو نفس اسلوب نور المالكي المعتادين عليه من ايام مظاهرات في المحافظات السنية اللي قال هاي فقاعة ولازم القضاء عليها وذول قتلة الحسين، وعلى احداث الموصل قال اثارات الحسين، نفس الاسلوب المستخدم سابقا استخدم ايضا بالتسجيلات اللي موجوده حاليا واللي جاي تنكشف الاوراق للشارع العراقي والثوار تشرين والمجتمع العراقي والاشراف من العراقيين يعرفون ان المالكي متستر على ناس مجرمين ومتستر على سلاح منفلت، وحكم عندهم معامل لصناعه الاسلحه واستعراضات، وحكم على قتل وحكم على فساد وحكم على اشياء. المفروض تشكل لجان على نور المالكي وتقول له هاي الاعترافات اللي حكيتها لازم يوثقوها، لازم يعني يوثقوها. اذا ذكرنا حاله واحده وهي حاله سقوط الموصل بيد داعش، اللجنه البرلمانيه حملت هذا السقوط لرئيس الوزراء في وقتها نور المالكي، ولم يفعل القضاء شيء تجاه نوري المالكي. شكرا لك صباح من بغداد كان معنا. معنا اتصال آخر، سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بأستاذ عمر، تحياتي أهلا بك لكل البرنامج. وعليكم السلام. أستاذي أنا محتار ومتحير من هذا السؤال يا أستاذي، أبي رد مثلا السيد السستاني والسيد الصدر بخصوص يا أستاذي اللي هو تجفيف الأنهار. لا، إحنا نتحدث سعد، نتحدث على موضوع تسريبات نور المالكي، إذا عندك شيء تفضل.
استاذي التسريبات هاي يعني مشكلة، يعني مصيبة يجب معالجتها بالطرق القانونية والدستور وكذلك البرلمان يا استاذي. وهاي كارثة يا استاذي بالنسبة للمجتمع والجمهور والجمهور يا استاذي. كذلك أيضا نتمنى يعني إصحاح الحق والصواب والمنطق. تحياتي لك وللبرنامج وشكرا لك. شكرا سعد من الكويت كان معنا. إذا ماكو اتصال نذهب إلى الملف الثاني. نعم نذهب إلى ملف آخر في العراق. طبعا بحسب مؤشر مركز السلام العالمي لعام 2021 فإن العراق احتل مرتبة متأخرة جدا، حيث احتل المرتبة 159 عالميا والمرتبة 19 عربيا من بين 21 دولة عربية، حتى أن الصومال سبقت العراق من حيث مؤشر السلام العالمي. وبحسب مؤشر السلام العالمي صنف العراق بين أقل بيئات العالم أمانا، فعلى مستوى المخاطر الداخلية يبقى قلق كبير حول آليات التداول السلمي على السلطة واستمرار الاحتجاجات وغياب تشكيل الحكومة، ينذر بتراجع مؤشرات الأمن الداخلي وزيادة معدلات العنف. إلى ذلك ارتفع معدل الجريمة في العراق إلى نحو 48 نقطة، وزاد انتشار السلاح بين المدنيين، حيث يمتلك نحو 20% من العراقيين المدنيين أسلحة خفيفة. وفي مشهد يعكس التدهور الأمني في البلاد وغياب القانون وضعف الأجهزة الأمنية، قام مسلح بإطلاق النار على صاحب مقهى في شارع أبسخير بمحافظة النجف. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق فلنتابع. واحد ولا واحد قلت هل التصوير لا تدقى عضل ما صلت والله ولا تنقام فهد هذا بعد يخلص مهم من هذا اي هذا اسرح اجي اسرح اجي هذا هو قد تعرف عشان قال شو من الاربعة صبروا شوي ايش القضية شوف يم راسك ها بس الرجلة بس والله ودي ذاك تعال اقرب ربك ايش عرفت ها هنا في العباس ابو هذا هي هاي طلع لنا يا هاي بس هكا يا ابوي والله هي بس هكا شلون هي هاي جديدة كاب بس بعد خليها بعد خليها بعد خليها بعد خليها لان الدم طالع وانا صعب يعني في ظل التقارير الدولية حول تراجع العراق على مؤشر الأمن والأمان والسلام، وفي ظل هذه الصور التي نشاهدها بشكل شبه يومي يبقى التساؤل هل العراق آمن؟ دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا المقطع وتعليقات على فيسبوك. يقول زيد علي: عمي استهتار ودولة ماكو، قانون ماكو، رادع ماكو، وين قائد الشرطة؟ تعال شوف النجف عبارة بؤرة مع المخدرات والسرقة تسديب ونصب واحتيال على الناس، الفقرة المجرمين يسرحون، المجرمون يسرحون ويمرحون بالنجف، لا من رادع من الحكومة تجي تشتكي على السرقة يقول لك أنت ألزمه، وين الأجهزة الأمنية الاستخبارات الأمن الوطني؟ يتساءل زيد لو بس تستلمون رواتب. يقول أما ماهر عبد الكريم الجنابي فهو الآخر علق وقال حول هذا المقطع، يقول عمي بلد تايه، لا دولة ولا قانون، والسلاح أصبح بيد الجهال. حمزة أحمد يقول بلد العصابات والسلاح المنفلت، كل شيء صاير عادي عند أغلب الناس. يقول عمر الرفاعي عيب وخزي تقولون توجد أجهزة أمنية في العراق بحسب عمر الرفاعي. معنا اتصال أبو محمد من انقطع اتصال مع أبو محمد من الكويت. يعني كما أشرنا بأنه مؤشرات والتقارير الدولية حول موضوع الأمن في العراق
يحتل العراق اليوم المرتبة 159 عالميا، يعني مرتبة متأخرة جدا، والمرتبة 19 في على مستوى الدول العربية. الدول العربية 21 دولة، العراق يحتل المرتبة 19، يعني وراء سوريا واليمن فقط. حتى الصومال أخذت مرتبة أعلى من العراق في مؤشر السلام العالمي والأمن والأمان. وكذلك ازدادت الجريمة في العراق ووصلت إلى نحو 48 نقطة بحسب المؤشر. وجاء في المؤشر كما ذكرنا بأن في العراق ينتشر السلاح، حيث أن 20% من المدنيين العراقيين يمتلكون أسلحة خفيفة. دول المدنيين وليس من يتبعون إلى ميليشيات أو من لديهم نفوذ في الأحزاب السياسية في العراق. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم، وملفات عديدة وكثيرة نأخذها بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في برنامجكم صوتكم، ومعنا اتصال محمد من أمريكا. مرحبا بك معنا محمد. تحدثنا في الملف الأول حول التسريب الثالث لنوري المالكي، وفي الملف الثالث حول أو الثاني حول السلاح المنفلت في العراق. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيد العزيز سيد عمر. نعم. ولا كثيرك الله مدى يحمل العراقيين، يحمل الإيرانيين للعجم الفرس، مدى يحمل العراق، مدى يحمل ود الخايبة. يعني محمد، نوري المالكي دافع عن إيران في التسريب وقال بأن إيران تريد حماية أمنها القومي، وهم أخبروا هذا الشيء للقيادي الكردي مسعود البرزاني. لماذا يدافع المالكي عن إيران؟ هو أستاذ العزيز، هو الأصل إيراني ليس عراقي. هم جاء كتلوا ود الخايبة على مود إيران كفيلك الله. هذا مخطط إيراني فارسي، والله العظيم جاء يقضون عليه ود الخايبة. والله هاي الميليشيات الحشد ما حشد جيش المهدي لا يغرك مقتدر يوم تولى صلاة موحدة كفيلك الله. هو مقتدر ليس عراقي لبناني، ليس عراقي لبناني. وعيشوا بتنسيك شنو هي مقتدر لبناني، ولا كلهم إيرانيين ولبنانيين ولا هم لإيران ليس للعراق.
كفيلك الله. فؤاد هذا فايق زيدان من حرس الثوري الايراني، هذا القضام سيد ايراني فارسي كفيلك الله استاذ عمر. هذا علي الجرائم فايق زيدان، كان علي الجرائم وشوف السجون جنب مليانه ود الخايبه القتل. يعني انت تعتقد بان القضاء ما راح يتابع قضيه التسريبات؟ لا 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 استاذ العزيز ماكو، القضاء مسيس، قضاء ايراني فايق زيدان الحرس الثوري الايراني ضابط. ليس انا من معلومات من الصحافه زين محمد من المالكي يتحدث بالتسريب، يقول بان هناك مؤامره بريطانيه، شنو رايك؟ رحمة الأمك هم لا مازوا أمريكا وغير بريطانيا وين يجون يحكمون هذا بالسبع؟ كان داي حشك بسوريا لين شيء زينه ما كان هو دينار ما يملك بجيبه عمي صار كلهم إرهاب ضد الشعب العراقي. الشعب العراقي ماشي نايم، اصحى يا شعب اصحى راح يحكمون عليكم. زين محمد من يتحدث يعني اسم التجمع السياسي اللي هو يرأسه اسمه دولة القانون، وهو دائما يطلع باللقاءات ويتحدث انه يجب حصر السلاح بيد الدوله، واحد جماعته بالتسريب الصوتي يقول له احنا عندنا كافه الاسلحه، عندنا دبابات، عندنا طيارات، عندنا صواريخ، نقدر نسوي كل شيء، واذا تريد نسوي استعراض شلون نفهم هذا التناقض يعني؟ صحيح استاذ العزيز استاذ عمر صحيح، عشان صحيح والاسلحه منين تجي؟ كلها من ايران شفي لك الله، الدبابات منين؟ كلها من ايران. يهربوها من الشمال على سوريا يطلقوا للعراق، عمي دمروا البلد. هو هذا عمي هو هذا موجود بثقافة الموصل وغير الموصل، من قتل ولد الخايبه الانبار ودياله ذكر كركوك. عمي ترى العالم ما ناسه، دم ولده ما ينسوا الاف السنين، والقران نهايتهم قريبه لحين شكله يلتحقون بالقنادر. هم وهل العمايم الساقطين دول أحيي قناة الرافدين البطلة. محمد من أمريكا كان معنا، ودائما يعني نذكر المشاهدين بأن المتصل هو مسؤول عن رأيه في هذا الطرح وفي أي موضوع. أبو محمد من الكوت، تفضل أبو محمد، مرحبا بك أبو محمد. يا ريت تنصلنا التلفزيون للأخير أبو محمد إذا تسمعني. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله أشكركم على هاي يعني الطلعات وهاي التصرفات. عمي احنا انا اقول لك انا شيعي زين، بس والله اسوء حكم بالعالم هو حكمنا، اسوء حكم حكمنا هاي حكم الشيعة ربعنا، مو حكم مال دولة ولا حكم مال حكم مال عصابات. يعني شعبنا تدمر، أنا أقول لك إياها، باعوا تفصيح، دمروا البلد. يعني هاي حكومتنا حكومة العصابات من معممين إلى آخر واحد بحزام زين. صدق الله ورسوله، يعني الحكم العراقي زين حكم الناس حكمته، يعني حكمونا حكموا عصابات. هذا البلد تعالوا شوفوه بالإعلام بالدنيا، يعني بلدنا دمروه. يعني شايف لك بلد هسه انتخابات، ترى انتخاباتهم انتخابات عصابات، بس ربحهم ما حد انتخبهم. ما يقول انتخبنا الشعب، الشعب ما يريده ولا يريد انتخاباتهم ولا يريد منهم شيء. اللي تشغل ايران وتشغل دول العالم اليد واللي يتعلمهم الدبابات، تحكمنا ناس عصابات مليجات. يعني من تتكلم ما حد يفجر بيتك ويخطف من عائلتك في كتلك الله وكيلك. يعني حاسونا تهديد علني. نعم. هاي حكم الشيعة أسوء حكم بالعالم. يعني دمرونا ودمروا البلد. يعني هاي الأحزاب، هل هاي الأحزاب اللي اجت بـ 2003 تمثل كل الشعب العراقي برأيك؟ والله العظيم أسوء حكم بالتاريخ. ماشي هو أسوء. يعني لكن هل تمثل شيعة العراق؟ والله العظيم الشيعة ما لخلها تقرأوا. نعم هو هذا اللي نريد نوصل له. يعني هم يمثلون أنفسهم صح، يطلع هو يتحدث باسم الشيعة ويقول لك مثلا بالتسريب الصوتي أنه هناك مؤامرة لإزاحة الشيعة من الحكومة. زين هم المحافظات الجنوبية، محافظات الشيعة بالعراق، شو استفادوا من هذا الحكم؟ والله كل شيء ما استفادوا. نعم. لذين أبوية الله لو ظل يعد العام صدام يشرفهم يشرفهم خلاص. احنا بالنسبة لنا
هسه ندعى هسه وصلنا له ملايين مشترين لان حكمه عادي ويطيله المخ وسالم كل واحد دوله ما بيها قانون ما ترضى لا تقول لي كل دول العالم دوله ما بيها قانون ما ترضى احنا وين قانون يعطينا قانون واحد سوى لنا شنو القانون سوى؟ قانون عصابات والقتل زين والخطر هاي قانون اللي انا بيه فلوس العراق كان يسوي 750 برميل معها صدام البرميل ب 16 دولار امارات وبيوت وشغلكو هسه العراق يسوي 5 ملايين وبرميل النفط 110 والشعب كاسه دواء والتنميه كل 5 اشهر 4 اشهر يصير اكبر الله وكيلك التنميه اللي يبونه حتى الحيوانات ما تاكله زين او ثاني يطلع 24 حاجه ومخلي الشعب بخير ما يريد عم رئيس مثل صدام ألف رحمة على روحنا على علماتهم كلهم جابوا منها. زين أبو محمد المالكي أبو محمد المالكي من يتحدث يقول أكو مؤامرة بريطانية زين هم مو أجوا بمؤامرة أمريكية بريطانية واستلموا الحكم بالعراق لا والله عم المؤامرة عندنا احنا بعضنا بعض شنو المؤامرة هو البلد يريد أدلة واحد من بلدك واللي تحكم بلدك بصورة صحيحة واحد ينعش منه أنت راعبيك وتريد تحكم بعائلته اكو واحد يمنعك من عائلته نعم يعني شنو هذا داعي القون داعي القون فشلهم على المؤامرات لا لازم يخترقوها يخترقون المؤامرات اي الله وكيلك هاي الخطوط تغطي على فشلهم نعم. على جرامهم الله وكيلك انا اكيف الاذاعات الخارجيه تحكي انفضحوا الله وكيلك لو كل ساعه واحد يسوي له صلاه وواحد يهديد واحد يقول لك يا الباقي البلد انا انت لو هم الباقي هاي الخيرات البلد يا الباقي تعال شوف الثروه الحيوانيه اللي قاعد عندي تعال شوف يعني الاكل المواد الصعبه الشعب العراقي راح متاعي الله وكيلك احنا نريد امريكا تخلص مثل ما خلصنا حتى يشتغل صدام من تردف صدام خلصين يشتغل ذولا احنا نريد امريكا تجي احنا الشعب نريد امريكا تجي وتفقنا من خلال خلى هاي يقول مؤامره هذا طلع وهذا عرض شنو قدموا لنا شنو سووا لنا انا اشكرك ابو محمد من الكويت كان معنا دعونا نذهب الى الملف الثالث في حلقتنا لهذا اليوم اظهرت نتائج مؤشر الامن الصحي العالمي لعام 2021 الذي يقيم الأمن الصحي ل195 دولة وقدراتها وفق 6 فئات و37 مؤشرا حيث احتل العراق المرتبة 177 على المستوى العالمي والمرتبة 18 على مستوى الدول العربية وهي مرتبة متدنية جدا. في العام الماضي اعترف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قائلا بأن الوضع الصحي في العراق خطير جدا ويمتلك العراق بنية تحتية محدودة ومتهالكة في قطاع الصحة على غرار معظم القطاعات الخدمية الحكومية بفعل الفساد المستشري في البلاد. في هذا السياق تحدث مواطن من محافظة البصرة حول الواقع الصحي في العراق وشكى من التدهور في هذا القطاع الحيوي في محافظة البصرة وبين بأنه لا تتوفر العلاجات الكافية وتحدث عن غياب الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن العراقي. محافظة البصرة رجع رسالة للمهزلة اللي مسؤولة عليها دائرة صحة البصرة اللي ما حد يقدر يحاسبهم وما حد يقدر يوقفهم عند حدهم وما حد يقدر يوقف بوجههم. يا مدير دائرة صحة البصرة عندك مستشفيات ما بيها علاج، عندك مختبرات ما عندها تحاليل، لازم المريض ينام بمستشفى حكومي والمختبرات بمستشفى أهلي لو تروح لك على مختبر أهلي. البارحة الساعة بالثنتين ونص المريض يطلع من العملية يقولوا لي روح جيب له علاج حبوب، طبقة حبوب قيمتها 6000 دينار. 6000 دينار ما متوفرة بالمستشفى، أروح أفتر على الصيدليات ادور على حبوب الساعه 2:30 بالليل. الحمد لله وشكران سيارتي موجوده وافتر بيها واروح واجيب علاج واجي، بس غيري شنو ذنبه؟ يعني انت بتحط لك مستشفى وتحط لك قسم طوارئ وتحط لك اسوي عمليات بالليل وعلاج ما عندكم؟ هسه التحاليل ذن طيتوني تحاليل يعني انا اجيت المستشفى المواساه والبارحه بالليل هم مستشفى المواساه
وهسه الظهر اروح وارجع المريض بمستشفى الفيحاء وانا اجي اخذ علاج او مختبر هنا، ويعني ما نعرف شنو المهزله اللي مسؤولين عليها، منو اللي مسؤول عليها هاي؟ يعني انت تعال قانون جرمته هذا شو اسمه، وضعت قانون مال امن غذائي وما اعرف وين الصرف الفلوس وين راح. يعني انت امن غذائي لا موفر لي حصه تموينيه، لا موفر لي علاج بالمستشفيات، لا موفر لي العيشه اللي صوتت عليها انت، الماي مالح، مستشفيات غسل وجهك يطقق، المريض يطب يتعالج يطلع مريض بالزايد. وينك يا وزاره الصحه؟ وينك يا مدير صحه البصره؟ وينك يا محافظ البصرة؟ عم يشوفوا لنا الوضعية شنو؟ خذوا لكم فرع على المستشفيات. تفاعل العراقيون بشكل عام حول الواقع الصحي في العراق وحول هذا المقطع بشكل خاص على فيسبوك، ومنهم من علق وقال كعلاء قال: مقصود عدم توفير الأدوية في المستشفيات الحكومية كي يضطر المواطن إلى مراجعة المستشفيات والعيادات الأهلية ليدفع أثمان باهظة لماذيات الأطباء والصيادلة والمذاخر. أما حسين ألوس فقال: تدرون أكو كارثة ما حد منتبه عليها بالمستشفيات، قبل فترة عندي مريض بمستشفى التعليمي انتبهت على شغلة، الأكل للمرضى ملغي، ماكو أي وجبة للمريض، بقيت أسبوع ما شفتهم وزعوا أكل للراقدين بالمستشفى، ناهيك عن القذارة وشحة بالكوادر والأدوية. يقول: مستشفيات البصرة إلى أين؟ أما وعد البصراوي فقال: لا صحة ولا ماء ولا كهرباء، لا تبليط، لا نظافة، لا تعيين، لا شغل، لا تجارة، والحل غايب على مرور السنين. أما عدنان البصراوي فقال: دائرة صحة البصرة قمة بالمهزلة كما يقول عدنان، والاستهانة بحياة المواطن البصري. معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. مرحبا بك معنا أبو عبد الله، تفضل. اهلا وسهلا، يا هلا بك، حياك الله، يا هلا بك استاذ عمر. هاي نعم. التسريبات قامت تطلع هسه، نعم، هاي مثل الحراميه، لكم شلون هم يبقون، لكم شلون هم يقاتلون. هاي بين الحصه الاكبر لي، نعم، يعني هي لو اكو قانون، نعم، من سلم الموصل وسلم صلاح الدين وسلم الانبار سلمها بداعش. نعم. بس داعش هو داعش المالك ترى. أنا شفت مو داعش دولة إسلامية، إحنا ليش نقول داعش دولة إسلامية؟ شفتهم من تحكي على إيران ما يرضى، أو الدولة الإسلامية ما يرضى. يقول لا، إيران دولة إسلامية مثلنا. جو تخريب ودمار، يعني أبسط شيء عندك بالموصل، بالموصل عندك مطار الموصل الرئيسي بالموصل. الدواعش فلشوه بالكمبريتر، بجك همر فلشوه. نعم. هاي تفليش البنية التحتية له، مو تفليش. عندك القصور الرئاسية صلاح الدين. نعم. فلشوها. أنا سألت واحد من الدواعش قلت له هاي ليش فلشتوها؟ يقول بجي ما يقعدون بها المرتدين. قلت له لازم شغلتكم قاصة. قال شو يصير الحكي؟ قلت له مو تقولون ما يطبون؟ لأن هو المالك يطبب، هم يقود، هم المالكي. ليش ما طبوا بإيران؟ زين، حديث عن المؤامرة البريطانية أبو عبد الله، حديث المالكي في التسريب الثالث عن المؤامرة البريطانية لإزاحة الشيعة كما أطلق هذا التعبير عن الحكم، عن أي مؤامرة يتحدث؟ هو مع إذا عنده وثائق ما يطلعها. يجدد مع احتراماتي لأهل الجنوب، احنا ما نقول شيعة وسنة. نعم. هاي الطائفية جابتها ايران، خلقتها ايران والمالكي وامثال المالكي. نعم. الجنوب والوسط والشمال كله واحد. نعم. كله يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هاي جت ايران سوت تفرقة سني وشيعي ويزيدي ومسيحي، ماكو شيء هاي. نعم. انت ارجع قبل 2003 اكو هذا الشيء ما موجود. بس هم جولة يخلقون فتنة، يخلقون طائفية، يخلقون شنو الإشكال؟ أقول لك ابن الجنوب وابن الشمال وابن تكريت وابن سامرة كلها واحد. نعم. بس هذا هيخلق فتنة، هيخلق فتنة ويجسوا طائفية. نعم. طائفية سعودين حسن نصر الله وامثاله غير نقول للناس الدايحة. نعم. يعني بالتسريب الصوتي المنسوب لنور المالكي يثبت بأنه هناك يعني لا يوجد توافق بين الكتل
السياسية، يعني هاجم الصدر، هاجم هاد العامري، علاقته ليست بقوية مع قيس الخزعلي، لديه أسلحة كثيرة كما قال أحد الجالسين. زين منين لك الأسلحة؟ الأسلحة منين لك؟ عتن عمك أنت ما تهيمن على بس الشعب العراقي، احنا نريد الأشراف من الجنوب للشمال، الناس الطيبة والناس الأشراف، الصورة على عيشنا ما ديش قدرة. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. أبو عبد الرحمن اتصال آخر من الكويت، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك. والله أنا أقول تفاعل العراق يعني للأسف أصبح فيهم حب الريح وعلى مفترض الطرق ليس له مكان في مكان بين العرب وبين الإسلام، فتصادرت حقوق السياسية والإقليمية بسبب إيران واتباع إيران، لابد أن العراق أن يتصافون بينهم الآن ويصيرون عراقيين مواطنين، مواطنين فقط، مواطنين يهتمون بكل واحد مواطن عراقي، أخو المواطن، أخو المواطن كالمسلم أخو المسلم. نعم. وأنا أقول دائما أقول وأسف على العراق، أرجو يعني أن تهتمون بأموركم لأن العالم الخارجي ليس مثلا في أموركم. يعني أبو عبد الرحمن نعم. في ظل تحدثت على العامل الخارجي الذي غير النظام في العراق وغزا واحتل العراق بدعاوى كاذبة وجاء بهذه الطبقة السياسية ولغاية الآن يدعم هذه الطبقة السياسية التي تعمل على تفتيت المجتمع، اللي يطلع مظاهرة سلمية يقتل، اللي يتكلم بالقانون يعتقل ويغيب. هذه الطبقة السياسية هي عامل من عوامل العامل الخارجي اللي خلى العراق، وصل العراق إلى هذه المرحلة. يعني إحنا عندنا ثورة تشرين 2019 قدمت أكثر من 800 شهيد، أكثر من 35 ألف جريح، قبلها مظاهرات يعني شيطنت المظاهرات وقتل فيها من قتل في الحويجة وبالأنبار وغيرها وغيرها. فالعامل الخارجي هو يدعم هذه الطبقة السياسية التي تجثم على صدور العراقيين. لأن العراق كان حامل بوابة الشرقية ومكانة قوية، العراق نهر يعتبر من تركيا إلى الخليج، يعتبر نهر، إذا فاض النهر خلاص الدول اللي حوالين ما يصير عندهم لهم أمان. العراق يعني لابد أن يتحدث العراقيين يعودون لهم السدود النهر، من وحدة وطنية وحدة قومية وحدة أي، المهم يرجعون العراق إلى العراق. ما في مجال يعني ما في دخلات خارجية، ويعودون كما كانوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحكم آمين. نسأل الله الصلاح للجميع. أبو عبد الرحمن من الكويت، الله يجزيك بالخير. سيف من بغداد، تفضل سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك؟ يا هلا بك، يا هلا بك، أهلا وسهلا. أبوك. تفضل سيف. الاستوديو مالكم ما يصير هذا بدون زحمة عليك. شلون؟ يعني اللقاء مالكم هذا أنتم وين قناتكم صايرة موقعها؟ ليش؟ أقول أسأل هذا السؤال. لا إحنا عندنا برنامج، إحنا ما جايين قاعدين بقهوة حتى واحد يسأل الثاني، عندنا مواضيع وملفات تحدثنا بها، تريد تتكلم تفضل. أنا بدي أتكلم على هنا وعلى الرب. نعم. عندك عندنا عرضنا ملف عن الصحة، عندنا ملف عن الأمن في العراق، عندنا ملف التسريبات المنسوبة لنور المالكي. انقطع سيف من بغداد. خلونا نروح على موضوع الخطوط الجوية العراقية. وفي عام 2020 أصدرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية السابقة تقريرا حول تحديات ومعوقات العمل في مطار بغداد الدولي وشركة الخطوط الجوية، والذي أوضحت فيه بأن نتائج ما توصلت إليه اللجنة بعد أن قامت بعملها الميداني في الشركة المذكورة هي أن هنالك ضعف في الإدارة المتعاقبة للشركة مع استشراء الفساد الإداري والمالي من قبل جهات وأطراف تعمل لحسابها الشخصي، وتوقف طيران الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا بسبب تمرير الصفقات المشبوهة مع شركات نقل أجنبية لنقل المسافرين العراقيين بواسطة الطائرات العراقية لقاء عمولات أثقلت
كاهل الشركة. اللجنة أشارت إلى عدم وجود رؤية وخبرة في أداء المهام المناطة بها، لا سيما موظفي الخدمة الخارجية، دون الخضوع للدورات والشهادات وعدم الجدية في الانضمام إلى عضوية الأيتا، وافتقار الشركة لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بوضع خطط استراتيجية. دعونا نبدأ من مطار النجف، حيث صور مواطن من النجف مقطعا بهاتفه النقال من داخل مطار النجف وهو يتحدث عن الفساد وسوء الإدارة في المطار وعدم السماح للمسافرين بالدخول إلى صالات الانتظار، فلنتابع. هاي اليوم مطار النجف، هذا المطار اللي مع الأسف يسمى مطار، وإنما هذا عبارة عن جراج علاوهم زيادة عليه، يمنعون الناس إنه يدخلون للمطار حجة إنه مسافرين ما تدخل المطار الساعة 12 بالليل، إنه الحجة شنو؟ إنه سيارة عاطلة والسيارة الثانية عفواً تيهب بدي تحكي سيارات، الطيارة عاطلة. إلى مطار بغداد الدولي والخطوط الجوية العراقية. مقطع آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يبين طائرة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة من مدينة إسطنبول التركية إلى مطار بغداد الدولي، إلا أنها هبطت في مطار النجف بدلا من مطار بغداد، مما أثار غضب المسافرين، فنتابع. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع المطارات والخطوط الجوية العراقية وهذه المقاطع. أبو فقار يقول سبحان الله، ماكو جانب من جوانب الدولة ما صارت به فضيحة، إذا قاطع لبغداد شلون توديهم للنجف؟ عجيب أمر، لا أقول الدولة وإنما دولة عصابات. وفاء تقول الخطوط الجوية العراقية مع الأسف ما عندها مصداقية. أما محمد فقال استهتار واستخفاف بالشعب العراقي، يجب محاسبتهم. يقول أحمد الناقل الرسمي والله مهزلة، هذه الخطوط تمثل واجهة بلد. دعونا نذهب إلى الهاشتاج. بعد تسريبات نوري المالكي، خرج فريق من أنصاره بأن القصد من نشر هذه التسريبات هو لنشر الفتنة في العراق وخلق صدام مسلح ليرد العراقيون بوسم حكمكم فتنة، للتعبير بأن ما مارسوه خلال 20 سنة هو الفتنة بعينها. وسم حكمكم فتنة تفاعل عليه عراقيون على تويتر للتعبير عن رفضهم لحكم الأحزاب والطبقة السياسية الفاسدة بعد 2003. من هذه التغريدات مصطفى جاسم يقول يوهمون الشعب العراقي بالفتنة، هم يعلموا جيدا بأن حكمهم بنوه على الفتن وإراقة الدماء، لا شأن لنا بفتنهم هذه، نحن اليوم شعبا قويا متوحدا يرفضكم بكل أشكالكم وتسمياتكم. أما مصطفى الدليمي فقال سيشهد التاريخ بأنكم أسوأ من حكم العراق وأن حكمكم سبب فتنة لم يشهد لها مثيل من قبل في العراق. نور قالت عندما قتل 800 حلم بأبشع الطرق والأدوات والدولة تتهم أطرافا مجهولة وتعتقل كل من يطالب بدم أخوته بتهم كيدية، أليست هذه التصرفات فتنة وتسيب وانحلال ويدل على تورط رجالات الدولة بما جرى ولا يزال يجري حتى اللحظة؟ محمد قال النظام السياسي منذ بداية أول حكومة وإلى الآن لم نرى منه سوى الطائفية والفتنة والفوضى والإرهاب والقتل والدماء والدمار وسرقة خيرات العراق وأمواله. تسجيل صوتي تقولون عنه هو فتنة، وجودكم بالحكم هو فتنة وفوضى، حكمكم فتنة. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.